السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معنا في القناه. اليوم بما انه الفيديو الاولاني ديال القناه، غادي نحاول نجيب لكم دويره في الجنان. عندنا هذه الواشنطونيه، كاين البنات، هادي واحد الفلفلة حارة، هادي شتينا الزرعة ديالها من واحد السيت بار انترنيت، جبناها وزرعناها فلفلة حارة. المزاه شجر تبارك الله، الزير، العنب، أمر الدوش، النعناع حداه، الرمان، هذا الرمان ديال الديكوراسيون اللي تيديرو في ميرت كلوتشير ديال الشريطات، الغنباس، هذا واحد الورد جديد جبناه حتى هو، كيقولو ليه البوق، تيدير الوردة عندو بحال البوق. الزير ليه، الزير تبارك الله، الشيبة هي البيسم، هذا هو البيسم كيدار فاتاي تا هو. تقريبا عندنا جميع دوك الأعشاب اللي كيدارو فاتاي، كاين الحباق ديال اتاي ماشي الحباق اللي كيدار في البالكون، داكشي هذا ديال اتاي كيدار فاتاي. هادو تفيفيحات، راه دايرين شي تفيفيحات، ها هما دابا هدايا الجنان، هدا هو السورس ديال لي بيبينيير فين كنخدمو، هدا هو منين تنجيبو كلشي، هدا هما تفيفيحات. هذا الكاكي، هادير الغلة هي شتوها، كاينين بزاف ديال الغلة الحامض، تا هو راه داير الغلة. المزاح طوب، ها الرمان تا هو، المخيلات، هما هاد الواشنطونيات باقيين صغار، كاين الجنان فين كاين هاد الواشنطونيات كلهم. من تقريبا شي متر ونص حتى لشي 8 بحال هكا،
دابا بما انه الفيديو الاولاني باغي نجيبكم التركيله ديال الجنان فين كنخدمو فين كندير النقله فين كنقادو الزريعه ديال الغرس ديال الورد. توت مزاح الى جيت نبقى كندور في هذا الجنان هذا راه تقريبا غادي تخصني ليه شي 3 السوايع ولا 4. دابا كنوريكم ها دويره خفيفه وصافي ومن بعد غادي نوريكم الاعمال اليوميه. زبرات دو هاد الويمينات يالله درناهم في هذا الميكا ديال 14 وحطيناهم هادي قوليتا ديالي فين تنخدم. هادي وقت سيدنا موسى ان شاء الله غادي نديرو منها الكونتيتي باش نوليو نخرجوها. هما الويمينات هنا السالمية هادشي كلو سالمية هنا هو كاين أزير أزير هاهو هنا هاهو هنا السالمية التاني تما هادوك تفيفيحات تما كاينة شي 150 تفيفيحة هادوك الغلة الماكلة هنا واحد العجل هي اسكت النخيلات بلديين كلهم نخيلات بلديين هنا واد زويتينات حزية تبارك الله هادو راه عمر هادو راه غرسوهم الأجداد الله يرحمهم هادو واحد الحويضات يلاه غادي نديرو فيهم الزريعة إن شاء الله هادو راه مزيحات هادو راه مزيحات مزال غادي تهزو وتنقلو في الميكا تا هما
هنا هادو راه زنبوعات، هذا كله هنا هي الزنبوع كله تقريبا. ايوا نتمنى من الفيديو يعجبكم، ما تنساوناش تسبسكرايب وما تنساوش تفعلوا الجرس والكومونتيرات الى خصكم شي سؤال ولا استفسار. حتى هو هذاك العود تما بينا نديرو به الفخر ان شاء الله العيد الكبير للأسرة عندنا. هذا باقي هنا زنبوع، شفت من بعد هذوك العواد لا قبل الفاخر ان شاء الله. انا فين كنديرو الفخ هاد البلاصة هادشي ان شاء الله غادي نقدها قدامي واحد السيمانة غادي نبداو فيه نكسب. التفاحات سبحان الله العظيم ما تيقصو ما يطيو، قاعد الغله هادي ما كتبع ما والو، هي العائله يجيو يقصيو الطيور الحيوانات الرمان تبارك الله. المهم هنا ايوا نخليكم دابا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اليوم راه وريناكم غير الجنان، جبنا فيه دويره، شفتو شي غريسات، شفتو شي شويه الغله. من بعد الفيديو الثاني والفيديو الثالث غادي يكون على معلومات حول الزراعه والفلاحه والبستانه، وغادي نعطيكم حتى معلومات عن الدجاج البلدي، غادي نوري لكم في الدار والاغنام والعلف ديالهم. ونخليكم دابا وما تنساوش لنا عاوتاني سبسكرايب وتفعيل الجرس حتى هو، وكومونتي على اي استفسار خاصكم. شكرا بزاف.